معانا في 2011 مع الحاكم العسكري بتاع مدينه اسكندريه ان هو هيصرف لنا كل سنه علاوه 17%، والعلاوه دي بتسمع في سقفه الالباح والالباح. جه السنه دي صرف العلاوه بجدول، قال ان الناس الاساسيه اقل من 1500 هتاخد ال 17، ومن 1750 هتاخد ال 16، بما يفيد ان كل شريحه بتزيد 250 جنيه في الاساسي بتقل درجه في الميه عن العلاوه، لحد ما وصل ان 3000 جنيه بياخد 10%. وجاء قال ان سلفه الارباح والارباح الاساسي ده مش هيسمع فيها، وهتثبت على الكلام ده، بمعنى ان اللي بياخد 500 جنيه ارباح هيفضل ياخد 500 جنيه ارباح طول عمره، واللي بياخد 5000 جنيه ارباح هيفضل ياخد 5000 جنيه طول عمره. فاحنا كل اللي احنا واقفين عليه ان احنا عايزين الورقه اللي هو اتفق فيها مع الحاكم العسكري بتاع مدينه اسكندريه. رحنا مكتب العمل ورحنا القوى العامله ورحنا المحافظ، ولا مجيب حتى الان. الحكومه ملهاش اي دور في الموضوع وملهاش اي دور في المشكله، وحتى مكتب القوى العامله طلب مندوب من عند دكتور شيرين يوم الثلاث يوم الثلاث اللي فات علشان نوصل لحل للمشكله بالاتفاق، ودكتور شيرين ما بعتش اي حد. قالوا طب هيجي يوم الاربعاء، برضه دكتور شيرين ما بعتش اي حد. وفي 26 في شركه سيف فارما، وفي 8 في شركه فاركو بي، وفي 20 تقريبا او 25 عندنا في شركه فاركو الادويه محاولين للتحقيق. الناس دي ما راحتش طبعا تحضر التحقيقات، ودلوقتي في ناس في سيف فارما اللي هي بدات تشتغل، الناس دي توقفت عن العمل، حتى كانوا واقفين معانا امبارح عند المحافظ. عايز تقفلها قفلها، احنا هنشغلها. عايز تقفلها قفلها، احنا اللي هنشغلها. عايز